عندنا فريق طبي متكامل بيقوم بجميع العمليات الجراحيه في مجال جراحه التجميل. قدرنا نكون سباقين جدا في كل التكنولوجيز اللي موجوده في جميع المجالات لتخدم جراحات التجميل وامراض الجلد والليزر، تجميل الاسنان في مجال زراعه الشعر. دكتور محمد زكريا، اخصائي جراحه التجميل في عياده ياس كلينك. احنا في عياده ياس كلينك بيتم تدريبنا على اعلى مستوى عشان نضمن سلامه المريض. بنستخدم احدث الطرق في الحقن او في الشفط او في العمليات. احنا في حاجات كتير بنحقنها في عياده، في البوتوكس، في الفيلرز، في البلازما، في حقن الدهون. البوتوكس كماده يستخدم لاضعاف العضلات، الفيلر مواد مالئه بتملى اماكن اللي بيحصل فيها نقص في الفوليوم عندنا. البلازما هي امينه جدا للمريض عشان احنا بنسحب منه الدم وبنفصله، بعد كده بنحقنه البلازما بتاعته، دي بتستخدم كنضاره وكريجوفينيشن. وفي ياس كلينك راحه المريض وارضائه اهم اولوياتنا.